هلا هلا لي زامي، ويلكم باك تو مي يوتيوب شانيل ويز هند. اليوم فيديو جديد، اليوم فيديو غادي يكون متغير. اليوم البنات قلت غادي نمشي نقاد ضفيراتي ديال يدي ورجلي، باسكو هنايا مشيت ودرت وشفت بزاف لي صالون كاين فيهم بزاف تايلاند وفيليبينيين وماليزيين، قلت الله حتى نمشي نجرب شي صالون فيليبيني وغادي نشوفوا كيفاش الخدمه ديالتهم هكا. المهم غادي نمشي نجرب ونشوف، راكم عارفه معنا يلاه جيبوا كلشي معايا. فاش قلت غادي نمشي ملي غدا قلت باكو باش انني ما نديكمش معايا، نمشيو نقادو الطفيرات ديال رجلينا وديال يدينا، وكما قلت لكم ناخذوا فكره انا كيعجبني نمشي لشي بلايص جداد ونكتشفهم ونعرفهم وفهمتوا هادشي اللي كاين. باش بلا ما نطول لكم خليكم معايا يلا نمشيو. سو لي زامي، وصلت. اول حاجه درت هو انني مشيت لستاربكس خديت الكوفي ديالي حيت ما نقدرش نبدا النهار ديالي ويزاوت كوفي. سو جيت للصالون، جيت الصراحه خاوي حيت ديجا خليت رونديفو، جات البنت الصراحه ظريف واحد الفيلبينيه كتولي نديك باش ندير. كنت اصلا دايره انا الاحمر حيت الاحمر دابا بدات كتنقي ليا في طفيراتي. المهم شي لعيبات هاي باش تحيدوا ليا الفيرني حيت راكم عارفين الفيرني الاحمر كيبقى كيخلي الصباع الضفار دايرين. بون بدات كتقاد ليا الصراحه البنت هذه ظريفه عرفتي دوك الفلبينيين ظريفين. المهم تعاملها الصراحه زوين، احسن حاجه كما قلت لكم انني كنت ديجا خديت رونديفو الصالون خاوي دونك واخده راحتي على الاخير. كانت قالت لي واش بغيتي تلصقي الضفيرات ولا شي حاجه، قلت لها نو انا ما كنلصقش الضفار. وفريمون بالصحه لي زامي انا جامي ركبت الضفار ولا ركبت شي حاجه، قلت لها غير الضفاري صافي. المهم نقاتهم ليا، حيدت ليا دوك الخلايا، حيدت ليا ديك الجلده الميته اللي كتكون تمايا وداك الشيء، نقاتهم ليا مزيان ودارت ليا مساج. الصراحه ما نكذبش لكم اصلا البنت ظريفه، تعاملها كما قلت لكم ديجا زويون، ودارت ليا مسكينه خضات ليا الخاطر على الاخر. المهم راه كنضحك معاها وقلت لها الصراحه راه عمري يعني ما درت هاد ليكسبيريونس هادي حتى في المغرب الصراحه، ما عمري ما درتها حيت اصلا كنصايبها من راسي، ولكن درت لي واحد المساج الصراحه نعشات ليا يديا. دونك دابا قالت لي شنو بغيتي ديري، قلت لها الصراحه بغيت ندير غير الفرانش شحال هادي ما درتهمش، مليت من نفس الالوان، ندير الالوان حيد الالوان ندير الغوز ندير النيود، قلت حسن ندير الفرانش وداك الشيء باش يبانوا حيت الصراحه هما يا فرانش كيبينوا اللي دراقيه وكيبانوا انيقين، يعني اي حاجه لبستيها كيجيو كيوت فهمت، يعني ما كتبقاش تفكري خاصني ندير غوجالي وهادي. هانتوما كتشوفوا الريزلتا صراحه زوين عجبوني، حتى هي عجبوها طفيراتي. دونك دابا صايب الطفاري ديال يدي، دابا غادي نمشي باش نقاد رجيلاتي حتى هما قلت الله ما نخساره فيهم. جيت فهمت حيت غادي نصايب شعري وغادي رجليا ويديا. دونك كملت القهوه ديالتي ونمشي ونكملوا رجيلات. الصراحه راني كنش والله كتحسوا بواحد الانتعاش الصراحه كما قلت لكم الواحد مره يتهلا في راسو. صراحه كملت ترجيلاتي مزيان كتنقيهم ليا، راه كما قلت لكم البنت حلاوه السكر وظريفه فريمون والله الا اعتذرت منها حيت الصراحه جيم با انا نبقى نطلق رجليا على شي واحد هكا ولا يصايب ليا. الصراحه كانت كتجيني عاديه وهي براسها كتقولي لا والله الا عادي هذه راه خدمتي وهذيك، لا انا عارفه هذه خدمتك، ولكن بوغ مو انايا الصراحه راه ما مولفاهاش يعني ما متعودهاش. الدريه كيوت الصراحه قدت ليا، قالت لي واش بغيتي تا هما ندير لك طفيرات داكشي كلام تا هما ديري لي غير الفرانش عادي ما بغيت لا تلصق لا والو. دارت لي الصراحه قماج، نقات لي رجلي، المهم دارت خدمتها الصراحه عن كيفاش كيقولوا ليها ما عرفتش. المهم مشات ليا كما قلت لكم الانسان مره يتهلا في راسو ويرد البال راسو، غير هو واحد النقطه الصراحه يعني ما عرفتش انا كما قلت لكم يعني ما عنديش ليكسبيريونس في المغرب يعني بلي صارو كم بارفو هادشي كامل انا كنت كنديرو في الدار راسي، ولكن الصراحه هنايا في الامارات راه ميمكنش، راه الغلا 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 في كلشي غاليين صراحه غاليين، قليل فاش كتلقى شي اثمنه مناسبه ولكن شي برومو. دابا
قادة ليا دابا كدير ليا مساج رجيلاتي الصراحه والله لا شكرا شكرا، اصلا كنت محتاجه انني نكمد رجلي من بعد السفر الطويل، عتي باش انك تبقى 7 سوايع وانت غير جالس ما كيتحرك ما والو، وانتم عارفين الطياره ما كتكونش مريح فيها اصلا طوسو، فريمون حسيت براسي عييت عييت عييت. وجات من وراها الصراحه، جا من وراها الفكره ديال الصالون انني نمشي للصالون وندير مساج وكذا، جات فوقتها وفريمون ملي دارت لي المساج والله الا قلت لك لا واو على راحه، راه ما يمكنش الصراحه، راه ما يمكنش والله. وكما قلت لكم كتاخذ الخاطر والله الا حسيت بالراحه النفسيه، حسيت بواحد الانتعاش، حسيت بان الدوره الدمويه كدور ليا والله العظيم، حيت فريمون كنت محتاجها 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 وفريمون دارت لي اوكي بنت حلاوه. والصراحه بقات امي ديالي خديت خدات لي الانستغرام ديالي قالت لي نبقاو امي باش مره مره ان شاء الله ك الا بقيت هنايا في هذه المدينه هذه نمشي نبقى نمشي عندها نمشي عندها. بون كما قلت لكم هيا غتصيب لي الفيراتي بس كتقدم ليا هادي ايوا هذيك الساعه نشوفوا شنو غادي نديرو من بعدها. نتوما كتشوفوا الصراحه الريزلتا يا سلام الويدات رجيلاتي اختبانو داكشي. دابا سالينا يدينا ورجلينا غادي نمشي دابا باش نصيب شعري ونغسلو وديك الساعه نكملو، خليكم معايا ما تزبيش. في شعري الصراحه لقيت مغربيات يلا جاوا مغربيات داكشي، قلت لا الله واخيرا لقيت بنات بلادي يهضروا معايا بالدارجه، حيت الصراحه داك الفلبينيين كتهضري معاهم غير بالانكلي، ملي كتلقاي الصراحه بنت بلادك فشي بلاصه يعني كتحسي انك كتحسي بواحد الدفء الصراحه والله العظيم. المهم كنا كنهضروا كنضحكوا كيسولوني منين وهادي وهادي واش جيتي تخدمي واش كذا وكذا، قلت لهم جيت غير سياحه الصراحه. غسلت لي شعري دري في هاد البنت هادي الصراحه سميتها نصيره، نصيره تشرفت بها والله الا كنقولها من هاد لا فيديو هادي تشرفت بيك، وان شاء الله الله ييسر لكم الامور صراحه. راه غسلت لي شعري ودارت لي مساج حتى هو في نفس الوقت، كما قلت لكم كتحس بواحد الاحساس زويون والله العظيم. مومنتس ليتر فوالا انا صايبت شعري الصراحه، صايبته لي واعر بنفس الطريقه اللي كنبغي انا، كيف قلت لكم شعري ما كيبغيش هذيك السخونيه بزاف، فريمون جيم بيان والله. ومن بعد ملي صايبت شعري وصايبت طفيراتي وكل شيء دونك غادي نقول لكم من هنايا وصلنا لافا ديال لا فيديو، جيسبيغ هاد الفيديو هذا يعجبكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. موح كرو بيزو.